حكم الاحتفال بالمولد، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بالمولد كاحتفالنا نحن، ولكنه احتفل بطريقته، وابن حجر رحمة الله عليه ذكر ذلك في فتح الباري، قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا تصوم الاثنين يا رسول الله، قال ذلك يوم ولدت فيه. معنى ذلك كان يحتفل يحيي ذكراه بالصوم بالعبادة. احنا الآن الاحتفال ما كان حتى عبادة نربطها بالمولد، ما كانش. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يحتفلوا، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش يحتفلوا. علاش؟ لأن معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، عاشوا معاه، شافوه وحضروا الوحي وحضروا الغزوات، ويعني عاشوا معاه. لو كنت تقول أي واحد منهم وصف لي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان هو، يعطيك الصفات نتاعه. حتى الصغار يعني الأولاد الصغار كانوا يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان رصيقا بالأطفال، رحيم بالأطفال. لما كان في العصر التابعين نفس الشيء، الناس كثير يتحدثوا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني والأسر مليانة مليان حديثها من الصباح لليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد العصور المتأخرة صار الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله غربة، قل للأطفال أن يسمعوا حديث عن خلق من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء علاش يعني من أنفسنا من إحياء يوم باش نجمع أولادنا ونقول لهم يا أولادي أرواحوا نتعرفوا على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مش يوم الشهر، الشهر كامل نتاع ربيع الأول يا سيدي، نتعرفوا ونجتمعوا كل ليلة نديروا حديث اللي يذكرنا خلق من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الأخلاق يا أولادي ما يش نتعرفوا عليها لأن تاريخ مضى، لا، ربي قال لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. معناها ربي قال لنا يا ناس إذا بغيتوا تكونوا مسلمين صحاح لازم تكونوا تابعين، تبعوا، تعملوا، تتخلقوا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نتعرفوا على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم باش نقتدي ونأتسوا بسنته عليه الصلاة والسلام. واش الحاجة اللي تحرمني باش أنا نعرف أولادي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقولوا هذا الأمر لازم يكون كل عام، علاش نخصوه برك نهار ولا شهر؟ يلا خصوا عام وما تحتفلش بالمولد. أيها الذي يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه ويبلغها لأولاده ومجتمعه لا تحتفل بالمولد فأنت معفى، لأنك راك احتفلت به سنة كاملة. ولكن اللي ما عندوش ما احتفلش ولا نهار، نقول له احتفل أنت يا ودي ولو نهار في السنة. يا الرسول صلى الله عليه وسلم حبه من حب الله، اللي ما يحبش الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحبوش ربي. فإذا ما نقدرش نعطيه في حياتنا في عامنا شهر للرسول صلى الله عليه وسلم، نخليه حديثنا كله للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الاحتفال بهذا الشكل هذا مش فقط جائز في عصر هذه التكالبات نتاع أعداء الدين والذين يحاولون أن ينالوا من الرسول صلى الله عليه وسلم بعدة وسائل، هذه رسومات، هذه كلام في وسائل الإعلام، هذا كذا، مش صار الاحتفال جائز، صار الاحتفال واجب باش نتصدوا لهذه الأمور هذه ونردوا عليها. وربي إن شاء الله يهدينا.